مهندس بدنا تحكي لنا على الغاز النايتروس. تمام، على الجهاز تبعكم في بعض البيشنت بيكون في عندهم امراض الاسنان او البيبي والاطفال الصغار، فبنعطيهم جهاز النايتروس بحيث انه يعطيه بيحس حاله المريض هيك هو سموه بالتقليدي الغاز الضاحك. فالمريض بصير شوي ريلاكس اكثر ما يمكن، فبنقدر نعمل تريتمنت تبع الاسنان بكل اريحيه بدون ما ياخذ البيشنت اي رياكشن. كم ثانية طولت فيه بالشيلة دلوقتي؟ تليفونك يا أخي. كم طولت فيه؟ 10 ثواني. 10 ثواني بالضبط. في ألم؟ خامس. حاسس بوجع؟ لا. عايز أضحك. عايز أضحك؟ أضحك. قلت لك مع غاز النايتروس رح نخلع، قلت لك رح نخلع ضرس العقل ونضحك وهو مبسوط. لا تحط اسالك يا زلمه، ولا في شارع شارع. اوكي يا شباب، بدون اي الم. يا جماعه المراجع قاعد يضحك، ليش انتوا قاعدين يبكون؟ ان في بنت قاعده تضحك، قصدي قاعده تبكي. الباري قاعدين يضحك. يوم ما خايف يا جماعه، اللي سيد ياسر عم يضحك، اللي خلع نفسه عم يضحك. على فكره هو مو طالع من الاحتياط، من الاحتياط قلنا تجربة الغاز نايتروس معك تجربة جميلة جدا على فكرة، وما حسيتش بأي ألم والله بالأمانة. يمكن الدكتور الإسلام الله يبارك له خد حوالي 10 ثواني في الخلع، مش أكتر من كده يعني، أو 20 ثانية. أما بالنسبة للتحضيرات خدت عم نصبر الراديو بال10 دقايق أول ما، والحمد لله لحد دلوقتي مش حاسس بأي ألم بفضل الله سبحانه وتعالى. بالعكس ما أفضل من الخلع العادي للأمانة يعني. والله؟ آه والله. تنصح فيها؟ جدا 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 يعني. حاس حالك زعلان؟ لا خالص خالص، بالعكس انا قاعد اضحك وانا قاعد وانا والدكتور اسلام بيحكي حالي جسمي. الله يحميك. وبشكر الدكتور ناصر حمصي، وبشكر بيت الاسنان بصراحه، الناس اكثر من رائعين والله بالامانه، الناس اكثر من رائعين، والناس اهتمامهم بالمريض حاجه غير عاديه يعني. وانا سعيد جدا بمعرفه الدكتور ناصر، وربنا سبحانه وتعالى يديم المعرفه والمحبه على طول يعني. الله يسلمك. الله يخليك. عيادتك بين اهلك وناسك نورتنا ونورت الدكتوره نورهان و... و... و...
الشيخة مريم نورتنا أختنا العزيزة. هدول صور قديمة مع الشيخة مريم أبو تركي والدكتور جاسم والشيخة. هون الوالد أخوي لسه خريج جديد دلوقتي. وهي بحفلة الهيئة العامة للقوى العاملة 2018. Thank you.